السلام عليكم. الخصال السيئة، الأخلاق السيئة، مهما حاولت إخفائها عن ملامحك إلا أنها تظهر. الكذب، الحقد، الحسد، الغل، يظهره الله سبحانه وتعالى على قسمات وجه الإنسان. وهذا بحد ذاته من دوافع التخلي عن هذه الأخلاق، لأنها مكشوفة على وجه صاحبها وإن لم ينطق بها. والناس فيهم فراسة، الناس يعرفون وجه الكذاب، يعرفون وجه الحقود، وجه الحاسد. في عند الترمذي وابن ماجه يقول عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام كان رأس من رأس اليهود، قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل إليه الناس، يعني ذهبوا مسرعين. قال فقدمت مع من قدم؟ قال فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. اللهم صل وسلم. فقول عبد الله بن سلام في هذا الحديث فلما استبنت وجهه، أي وجه النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، كذلك ما في قلبك من سلامة وطهر، وما عندك من الأخلاق الحسنة يظهرها الله جل وعلا على قسمات وجهك ظاهرة. يعرفون الناس الطيب من الرديء أحيانا من وجهه، وهذا من التفرس. وقد ذكر الطبري في تفسيره بسنده عن عثمان أنه قال ما أسر عبد في نفسه سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. الله يجعلنا وإياكم ممن جملهم الله ظاهرا وباطنا. سلامتكم.